في بلدة صغيرة كان هناك صبي يدعى علي يحب المغامرة. في يوم من الأيام اكتشف خريطة قديمة في علية منزله وكانت تشير إلى كنز مخفي في الغابة القريبة. قرر علي الذهاب في مغامرة بحثا عن الكنز. اصطحب معه صديقه سامي وبدأوا الرحلة في الصباح الباكر. بعد ساعات من المشي واجهتهم تحديات عدة مثل جسر مكسور ونهر جارف، لكن بفضل ذكاء علي وشجاعة سامي تمكنوا من تجاوز كل العقبات. أخيرا وصلوا إلى المكان المحدد على الخريطة. بدأوا بالحفر وفجأة اصطدموا بشيء صلب. كان صندوقا قديما، فتحوه بحذر ليكتشفوا أنه مليء بالعملات الذهبية والخرائط الأخرى لمغامرات جديدة. عاد إلى قريتهما واحكيا قصتهما لأصدقائهما وعرفوا أن المغامرة الحقيقية كانت في الصداقة والتعاون. ومنذ ذلك اليوم أصبح علي وسامي أبطال قريتهما، دائما ما يبحثان عن مغامرات جديدة معاً.